صديقي حفيد الشيخ ابي شعيب الدكيري ضحيه ديال جمال المنظري اللي معتقل دابا الحمد لله اللي القضاء اعطانا حقنا وحق المغاربه كاملين. بدات القصه في 2003 في واحد مهاده بيع ديال قيمه 1,300,000 درهم مرخص، عطانا 100,000 درهم ما خلصش تمديد، زدنا عام زدنا 150,000 درهم والفوائد البنكيه تتزاد، والسيد هو والمتق ضغطوا علينا باش ما ناخذوش ما نديروش الاجل. داز عامين ثلاث سنين ناطا يدير المحاكم، مسطره في مسطره فوق مسطره في مسطره، والغرض ديالو على ما فهمت في الاخير بانه ما غردوش بالبيع الاولاني اللي دار معنا، لانه 25 مليون ما تضروش. قبل ديك 25 مليون مشات يتلحنا على مملكتنا كاملين في المغرب، منهم ارض في بوزنيقه تتساوي بين 15 حتى 20 مليار. عطاو تقييد احتياطي الاول والثاني والثالث والرابع، وما كاين ما خير من التقييد الاحتياطي، لانه كان في القانون القديم كانت خصك تحكم ابتدائي والاستئناف والمجلس الاعلى. والغريب في الامر هذا التقييد الاحتياطي كان تيعطي وثيقه بانه ب 25 مليون اللي قبضنا في الرباط تيقول بانه غيبدل البيع غادي يردوا في بوزنيقه، وسنود لي بالوثائق لاحقا، تيدير لنا التقييد الاحتياطي وكرفصنا واحد الكرفيصه انا وعائلتي الوالده. وصلت معاه للصلح، ديك 25 مليون بغيت نرضيه بملك ديال 400 مليون في البليست ديالي في داري حبيا. قلت واحد واحد ما عندي منين نخرج، لان هذاك السيد المشكل ديالو متى توقع معاه بحال السرطان ميتاستاز ما تيطلقش منه. مني دخلتو الدار وقلت غادي نقنعو، ما يمكنش ما يرفض ليا 4 مليون درهم مقابل 25 مليون اللي قاطع من عنده، رفضها مني وزاد هددني بالمساطير وخرج من الدار عندي تيقول لي المساطير المساطير، وواجهته قلت له المحكمة المغاربة كاملين. الحمد لله وصلنا للنتيجة، واخا تعطلنا بزاف القضاء تنشكرو تنهنيه اللي وصلنا للنتيجة اللي ماشي تحاكم محاكمة خفيفة ولا خلاوه يهرب تعتقل، وتيظهر لي بأنه فهموا الخطورة ديال هذا السيد والخطورة ديالو للشعب المغربي، لأنه وصل أمين عام الحزب تيمثل المغاربة وتيوسخ السياسة المغربية اللي ما عندنا ما نديرو بها مع بنادم بحال هذا. وتنتمنى الله ما يجعلوش ناس أخرين بحالو ولا أكثر منه، بأن القضاء يولي يزرب في هاد الناس بحال هادو ما يخليهمش يتعطلوا، لانه تيديروا اضرار كثيره وممكنهم يديروا لنا مشاكل في البلاد بحال الناس اللي دير الشغب ودير على ود الظلم اللي تيتظلموا الناس ديال السلا ضعفاء دراوش بغي يحيدوا من ديورهم ويجري عليهم. والسيد تنظن بانه المشكل مع القضاء غادي يطول عنده لانه الشكايات كثار. انا شخصيا تنتسالوا 3 ل 4 الملاير غادي نخدم المساطر القانونيه كلها اللازمه وباي وسيله باش نزرب بهم باش نتخلص في الحق ديالي، وتنطلبوا الله ما يعاودش يجينا من ضري اخر.